على متن شاحنات أو في حافلات وفرتها السلطات العراقية يدخل هؤلاء اللاجئون السوريون إلى منطقة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية. المئات منهم وصلوا إلى هنا هرباً من أعمال العنف التي تجري في سوريا بعد أن سمحت لهم الحكومة العراقية بدخول البلاد. المعبر فتح الاثنين الماضي بعد إغلاقه لثلاثة أيام خوفاً من اقتراب المواجهات المسلحة. هذه المدرسة تحولت إلى مخيم لإيواء العائلات السورية، لكن ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في شهر رمضان والأوضاع الصعبة التي واجهوها دفعت إلى شكوى الكثيرين. على البيان جينا من هون حطونا وزعنا كأنه سجناء يا أخي، لا نوقف على الباب يرجعون الشرطة، يعني سجننا حالنا بحالنا. يعني عندنا أقارب، عندي خوات خمسة، عندي عمات سبعة، عندي أخوة هون ثلاثة، عندنا يا أخي. ويقول السوريون إن الصراع في بلادهم لم يترك لهم أي خيار سوى ترك بلادهم للحفاظ على أرواحهم. طبعاً هروب، لو مو هروب علش نجي؟ جات حدود مسكرة وهاي ما هربنا هروب. هسا جينا من الضرب والهاي ولا. ورغم الأوضاع الصعبة يتوقع أن يتدفق آلاف آخرون من اللاجئين إلى منطقة القائم في وقت تطالب السلطات المحلية هنا بمدها بمزيد من المساعدات من أجل إيواء الأعداد المتزايدة. نأمل من الحكومة المركزية أن تدعمنا في هذا الجانب بالمبردات والأدوات الطبخ والأسرة والمواد الغذائية. نتوقع أن يكون نزوح أكثر، يعني اليوم احنا نتوقع أن يصل عندنا أكثر من 1000 نازح، والأيام القادمة نتوقع يصل إلى ما يقارب الآلاف. في هذه الأثناء أرسل الجيش العراقي حوالي 50 شاحنة تقل دبابات وتحمل جنوداً وأسلحة إلى الحدود لتعزيز الإجراءات الأمنية هنا، حيث تتخوف السلطات من اتساع رقعة المواجهات قرب الحدود. وفاء زيان، BBC.